أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. تحية طيبة ومباركة في هذا اليوم المبارك وهذا اليوم الجميل وهذا اليوم الفضيل، حيث تعلن الانطلاقات في 14 من شهر اكتوبر لعام 2022 صباح يوم الجمعة، الذي يحظى بهذه الانطلاقات من مسافة 3 كيلومترات، حيث نلتقي في سن الحقائق. ولدينا في هذا اليوم 25 شوطا حاضرة بإذن الله تعالى عبر قناة ياس الناقلة لهذه الأحداث المهمة في عاصمة الميادين الوثبة. أول الانطلاقات والاندفاع مع الشوط الأول، بداية مع المقدمة الرحب تأتي مع المركز الأول علي بن محمد بن سعيد آل سودين، يأتي مع المركز الأول مقدما للرحبة على المركز الأول، بينما نقلتنا إلى المركز الثاني القادمة هملولة محمود بن علي بن عامر الجابري مقدما لهملولة في هذه اللحظات، بينما شعار خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي يتقدم مع صبا وينطلق مع المركز الثالث في طريقه الى المركز الثاني. المركز الرابع من تحمل الرقم 4 هزيم بن محمد بن عبد الله الشامسي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات القادمة في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس وضحى المبارك بن حمد الجديلي مقدما لوضحى، ايضا النهضة قادمة بشعارك يا ابو ناصر محمد بن ناصر بن مشيط، وكذلك القدوم من نجود لرياض بن ثامر السعدون وهملولة لحاتم بن سعيد بن مهية الكثير قادما في هذه اللحظات. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى مقدمة الشوط، دواسر دواسر هزيم بن محمد بن عبد الله الشامسي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات، منطلقا مندفعا مع المركز الأول. المركز الثاني القدوم الوصول من هملولة محمود بن علي بن عامر الجابري، الكيلو الأخير يا متابعين ويا مراقبين، الجديل قادم مع وضحى مبارك بن حمد بن علي، الجديل بالنظيمة بالنظيمة القادم والواصل مع المركز الثاني الواضح بشعاره الواضح بإنجازاته الواضح في بطولاته، بالنظيمة بالنظيمة ينظم المراكز على طريقته الخاصة وينتزع المركز الأول مع وضحى، بينما هجام مبخوت بن مسلم القادم مع المركز الثاني. المركز الثالث الواصلة هنالك هملولة لحاتب السعيد الكثيري، ولكن يا كثر المشاركين والفوز واحد، يا كثر المشاركين والناموس واحد، بالنظيمة نظم الشوط والمراكز على كيفه على كيفه مع وضحة 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 أمام الملا وضحة أمام الملا، قدمت من السلطنة قدمت من السلطنة من ميدان الزاهرة، والله وجمعتهم زاهرة وجمعتهم منورة وجمعتهم منظمة مع بالنظيمة، الله يجمعهم ولا يفرقهم، مشكورين يا أهل السلطنة على هذا العرض الكبير. وضحى 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 اليوم وضحى وبالنظيمة، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني
الواصلة لهذا بن حمد بن عفصان المنصوري، أول نداء لها عند الخط النهاية. المركز الثالث كان الوصول من هملولة لحاتب سعيد بن مهيا كثيري. رابع المراكز هجامة لمبخوت بن مسلم المهري مع المركز الرابع، وخامسا نجود لرياض بن ثامر السعدون. هكذا متابعينا في كل مكان، وضحى وبالنظيمة هو عنوان الشوط الرئيسي الاول، 4:25 وجزئين من الثانية. تهانينا المبارك بن حمد بن نظيمة الجديلي على هذا الفوز والانتصار، وتهانينا لأشقاؤنا في سلطنة عمان الشقيقة وتحديدا ميدان الزهرة. 4:39 من الثانية، وصل في هذه اللحظات مع الواصلة عند خط النهاية. أول نداء نهني على هذا الفوز، من قدم الواصلة هذا بن حمد بن عفصان المنصوري. 4:31 من الثانية، هملولة حاتم بن سعيد بن مهي الكثيري هو الفائز معنا بالمركز الثالث بأربع 4:31 من الثانية. 4:33 بدون أجزاء من الثانية، صاحبة المركز الرابع هجامة لمبخوت بن مسلم المهري. 4:39 من الثانية، نجود لرياض بن ثامر السعدون، وقدمها عبد الله بن طويرش الوهيبي. هكذا